شهيداً وعدد من الإصابات حتى الآن كحصيلة أولية جراء القصف الروسي بصواريخ شديدة الانفجار هنا على هذه المنطقة السكنية، وتحديداً كما نشاهد نحن في محيط مدينة إدلب. هذه المنطقة أو هذا المكان الذي تم استهدافه هو عبارة عن مسبح تقصده العائلات في هذه المنطقة بهدف الترويح عن النفس في الصيف. إذن هذا المكان هو كما ذكرنا مسبح عائلي تم استهدافه بعدد من الغارات الجوية الروسية، مما أدى لسقوط شهداء وجرحى حتى الآن كحصيلة أولية شهيدان، والعدد مرشح للزيادة بالإضافة لعدد من الإصابات. كما استهدفت الطائرات الحربية بالتزامن مع قصف مدينة إدلب أيضا منطقة السوق، سوق البندورة كما يعرف، هو سوق شعبي، سوق للهال وبيع الخضار والفواكه في مدينة جسر الشغور. وهناك أنباء تصلنا حتى الآن أيضا عن مجزرة ثانية حدثت في مدينة جسر الشغور وهناك شهداء وإصابات. معز عباسي، شبكة بلدي، مدينة إدلب.